كون صريح معايا، عندك نقص في ثقة في نفسك؟ حاسس ان انت مش مرتاح في جسمك؟ معجب بواحدة ومش عارف تخليها تعجب بيك او حتى تخرجها معاك؟ عارف انا الاحساس ده. انا كنت الولد ده، كنت الولد ده في المدرسة ولحد الجامعة برضو كنت الولد ده. طبعا من ساعتها حاجات كتير اتغيرت، بقيت لاعب رياضي محترف، طبعا شكل الجسم وكل ده، وناس طبعا بتسألني انت عملت الجسم ده ازاي، بتحرق دهون ازاي، بتعمل عضلات بطن ازاي. دلوقتي الاسئلة بقت مختلفة شوية. دلوقتي الاسئلة بقت انت ازاي عرفت تجيب العربية دي، وازاي عرفت توفر الحياة دي لنفسك. الاجابة بسيطة جدا، لو انت متعرفتيش، انا اسمي محمود الدرة، لاعب كمال اجسام محترف في بطولة المستر اولمبيا، وصاحب من اكبر شركات اونلاين كوتشنج في الشرق الاوسط اسمها دورابوليك نيوتريشن. ومش بس كده، عندي من اكبر قنوات فتنس يوتيوب في العالم كلها، فوق 1,000,000 مشترك. بقالي في المجال ده تقريبا 15 سنة، مرنت ناس كتير، والسنة اللي فاتت بس مرنت اكتر من 4,000 عميل، منهم ناس مشهورة زي باسم يوسف والمطرب احمد حليم وممثلين تانيين. كل اللي انا عايز اعمله النهاردة، عايز اسيب لك لينك تمشي عليه، واللينك ده هيوديك فيديو تاني. الفيديو التاني ده هيبقى فيه معلومات فور فري ببلاش خالص، عن ازاي تبتدي مشوارك في مجال الفتنس، ازاي تبتدي تعمل جسم حلو. هتحس ان هي معلومات بسيطة، بس صدقني المعلومات دي ناس كتيرة بتستهفئها ومش بتاخدها بجدية، وهتفرق معاك. فكل لازم تعمله ان انت تخش على اللينك اللي انا سايبه لك تحت.